الخلاص وصرنا واحدا. آمين. لأنك بدافع المحبة أرسلت ابنك يسوع المسيح إلى العالم. قلوبنا وخدعنا أنفسنا في قلة الرحمة لدينا، لم نعد نرى يسوع في أولئك الذين يختلفون عنا. على صفحة 5، أحمدك بكل قلبي. فأسرع إبراهيم إلى الخيمة إلى سارة وقال: بالحق أتوش الحق يا ولا أن أقول الباطل. كثيرتا حيث النساء والاتفاق حيث الخلاف والحقيقة حيث الضلال.